اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بساطه سهوله مرونه، بنهديها للاطفال الحلوين اللي بيتابعونا وكمان عشاق البيتزا. اسئله كتير بتيجي على السوشيال ميديا، البيتزا بتنشف مننا، البيتزا بتبقى طريه مش زي بتاعه بره، البيتزا لما اجي اسخنها بتبقى مجلده. تعالوا مع بعض نشوف ازاي اسرار عمل عجينه البيتزا ونعمل التوبنج بتاعنا النهارده. فراخ، هل نحط الفراخ مستويه ولا نيه على حشوه البيتزا؟ هنجاوب على السؤال ده عملي مع بعض ان شاء الله. معانا كمان مجانج النهارده هنعملها مقليه بدبس الرمان، هتعجبكم برضو والاولاد بيحبوا ياكلوها بره سندوتشات، احنا هنعملها النهارده بشكل جديد وبطعم تاني. معانا سلطه لطيفه جميله اولادنا بيحبوا ياكلوها بره في المطاعم اللي فاست فود، ولكن انا هعملها النهارده بشكل جديد وتضمني الفليفر بتاعها اللي هي الفاصوليا الحمراء داكنه اللون، قيمتها الغذائيه عاليه جدا والبروتين اللي موجود فيها بروتين مفيد جدا. مش عايز اطول حضراتكم لان في تفاصيل كتير في الحلقه بتاعتي، وفي بساطه، في سهوله، في مرونه بتكلفه قليله جدا، ولكن لازم نعمل اكل يرضى اولادنا الصغيرين والكبار قبل الصغار والصغار قبل الكبار. تعالوا مع بعض نعمل مجانج. هعمل المجانج دي يا مغازي، هعملها مقليه بدبس الرمان، مقاديرها على الشاشه، مجانج على شكل هرم، فراخ او لحمه حسب الرغبه، ولكن لو عملناها بدبس الرمان يفضل ان هي تكون لحمه. معانا دبس الرمان وشويه ثوم حلوين، بصلايه حلوه، فلفل حار، فلفل بارد زي ما انت عايزه مفيش مشكله، نظافه مطبخك اول باول ده اهم حاجه، اهم من الشغل عشان نعرف نشتغل مع بعض بالشكل ده كده. حلو، شفنا المقادير مع بعض، تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. في طاسة على النار، طاسة شديدة الحرارة، الله، اهي زي الفل، ومعانا زيت شديد الحرارة، حلوة. بنحط شوية زيت زيتون هنا وناخد المجانج بتاعتنا الحلوة. ولازم لما تيجي تشتريها يا أختي تشوفي تاريخ الصلاحية اللي موجود على الكيس، لأن دي بتيجي مغلفة لحمة باردة يعني، ولازم التبريد بتاعها يكون تبريد عالي، وانت بتشتريها تشتريها من تلاجة فيها تبريد عالي، لأن الحاجات دي لازم نحط في الاعتبار نعمل عليها كنترول عشان ما تحصلش مشاكل. حلو الكلام. بنجيب بصلاية حلوة زي دي كده، بنقطعها كاريهات، مع زيت الزيتون، بصلايه لوحدها اهي، ايه ده؟ ايه ده؟ اهو زي ما هي كده، اهو حلو قوي، شايف اللون والشكل؟ اهو تحميره حلوه، عايزاها حاره، معانا فلفل حار، انا بحب المجانك حاره، هي لها اسم تاني طبعا سوسيس بس بيبقى اكبر شويه، او هوت دوج نفس الشكل بس بيبقى على حجم كبير شويه. اه ده الفلفل الحار بتاعنا، شويه زيتون حلوين، يسلم ايدك يا عم الشيف، زيتون اخضر بقى زيتون اسود زي ما انت عايزه. حلو، ونحمر كده زي ما احنا شغالين مع بعض، شويه الزعتر الحلوين مع دبس الرمان، الحدوته بتكمل اهو. شفت التحميره دي؟ لازم البصلايه تاخد لون. اه ناخد المجانج بتاعتنا الحلوه، تعالي يا حلوه زي ما هي كده اهي، بقطع الواحده نصين بالسكينه اهو. تروح المطاعم عندي مجانج بلدي بدبس الرمان، يجي لك الطبق فيه خمس ست وحدات مع قطعة من الخبز بيندفع فيهم مبلغ وقدره. انت هتعملي دلوقتي حلة مجانج مقلية بدبس الرمان بإيدك الحلوة بجد، وهتعملها كل يوم لأنك اتعلمتها من الشيف المغازي. ده روزماري في قلب الطاسة. ناخد المجانج الحلوة اللي قطعناها دي مع بعض، وعندي زيت، أوبا هو ده، اه باخدها كده في قلب الزيت. يلا مع السلامة. تحميرة حلوة، اه حلوة اوي.
روق الدنيا بقى عشان عندنا سلطه عايزين نعملها على الروقان. هعمل سلطه الفاصوليا الحمراء مع حضراتكم كده، تشوف مقاديرها قول لي عايز تشوف ايه وانا اخليك معاك. انا هتشوف المجانج ولا تشوف البيتزا ولا الفاصوليا الحلوه اللي عاملها دلوقتي. بروق مطبخي اول باول زي الفل، طبيعي هنشتغل يبقى لازم المطبخ رايق عشان عايزين نغرف الاكل بتاعنا. مقادير الفاصوليا الحمراء على الشاشه، فاصوليا سلطه على الشاشه. المقادير على الشاشه. فين دبس الرمان يا شيف؟ اللهم صل على النبي. شفت البصلايه دي مع الزيتون؟ الطاسه وجبنه الخلاصه اهي، كل السر في الطاسه. الزيتون ليه مش اسود الزيتون؟ انا عايزه اخضر عشان في دبس الرمان هيتحط هيبين جماله ودلعه اهو. وتجيب الزيتون الخالي من النوى اللي مكانه بيبقى فيه جزر. ناخد المجانج بعد تحميرها بالشكل الجميل الحلو اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي حالا اهو اهو. شفت الجو ده كده؟ يلا فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين الحبايبي العب. على فين على فين؟ هو ده. ننزل بيه على النار دبس الرمان بتاعي. تاكلها بره كده مستحيل طبعا. ممكن تاكلها بطعم تاني وشكل تاني، بس بالحلاوه والجمال ده والقرمشه دي ودبس الرمان نازل يتناغم بيحكي لبناني خف الدم مصريه. الطبق الجميل الحلو ده كده تسيبه على النار، كرملت البصلايه مع التومه مع الروزماري مع الزيتون غلوه دي على النار كده زي الفل. تمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ نجيب طبق للتقديم طبيعي، طبق حلو كده لطيف يستاهل. الله هو ده. يلا يلا نغرف المجانج مع بعض. مش محتاجه ملح ولا اي حاجه خالص، زي ما هي كده. مخرجنا فرسان التلفزيون المصري مجانج ماليه بدبس الرمان في ليفر وطعم. خلونا طبعا بعد ما نشوف شكل المجانج وجمالها ودلعها في الطبق كده، مستنيه العيش المرجوج او خبز الصاج او الخبز السوري المسمى بتاعه او العيش البلدي بتاعنا او شويه رز ابيض مفيش مشكله عشان ولادك بيحبوا معاه الرز.